لا الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه، ووصي المشاهدين الكرام ندعو له في الساعة المباركة الله هذه، يرحمه ويسلم جميعا. صديقي ورفيق دربي يا سلام وأخي الذي لم تلده أمي. يا سلام، أتمنى لو ترجع السنوات ويكون معي موجود هنا صديقي عبد الرحمن بن محسن الأسمري. الله يرحمه ويسلم، انتقل لرحمة الله في حادث قبل الله سنوات، يرحمه الله يرحمه، تقريبا فوق 6 سنوات، والصدق اني ما اتمنى تحت المظله هذه الا هو جنبي يبادلني اطراف الحديث من غير قصور فيك يا ابو. لا 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 بالعكس، لانك سالتني هذا السؤال. انا عارف. هل تتوقع يا سعد يعني في الاوقات الجايه، شات معك سكريبتنت ما شاء الله، ولا من اللي معطيك المحاور ذي كلها؟ ليش انا يعني ما شاء الله يا اخي، كل سؤال ورا سؤال ورا سؤال. بعد يعني احنا يعني نتعلم منك طال عمرك. طيب اعطني المجال اسال. يلا اسال، انا ترى باقي عندي سؤالين. خلاص يلا 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 يعني، انا قلت اعطيني شوي واعطيك شوي. يلا خلاص عندك يا جماعه، تقدم شو تقيم اقدر اصيدك. خلاص يلا ما اقدر كمل الثنتين، كمل. قول لا 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 والله عندك. سعد، هل في المستقبل بنشوفك في معلش كم تروح السؤال بعد اطاري صديقي، انا اقول لك قصه. يلا سم، بيني وبينه يعني. بالعكس استمتع انا سم. بيني وبينه سم، قول. يوم تكلمنا عن الصداقة وما الصداقة ومن ذا الكلام، سبحان الله من الاشتياق اللي ممكن أنا قد ذكرتها قبل، لكن دامك اضطريت مرحلة الاشتياق بعض الأحيان يا أخي الأشياء تدلك على المفقود، بمعنى أن ريحة عطر تذكرك بشخص، الله، رؤية مكان تذكرك بشخص. سلام، هذاك اللي يقول فإن عادوا لنا الأماكن من يعيد لنا الرفاق. يا سلام، تمر على الأماكن وتذكر الصحبة وتذكر الرفقة وتذكر الليالي الجميلة. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام كنت مشتاق لها، صدق مشتاق لها شوق عظيم، والله يجمعنا في جنات النعيم ويجعل محبتنا خاصة لوجه الكريم ويظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فذاك اليوم نمت طال عمرك، وأنا قبل ما أنام كنت أفكر فيه، وكان وقتها في الشتاء تقريبا، كان اخويانا الله يبيض وجيههم يكتب اجرهم عندنا كل سنه من وفاته 3 مشاريع. يا سلام، في انفسنا احنا نقط ما بيننا مع اهله ونسوي المشاريع هذه، افطار صايم في رمضان، يا سلام، وسقي الماء في الحج، وكسوه الشتاء في ايام الشتاء. فنمت في النوم رايته في المنام، الله، انه جايني مبتسم، وانا ما تمالكت نفسي حضنت. يا سلام، والله يا ابو رزيقه اني يوم صحيت من النوم اني شميت عطره في المنام، ما شاء الله، عطر خوي، ما شاء الله تبارك، في الحضن هذا اللي في النوم شميت ريحه العطر، فقمت قمت بمشاعر مختلفه مره، قمت بطاقه ايجابيه، قلت يا اخي اللي 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 فقد له عزيز وغالي ما يستاهل انه في ركعه من الوتر يدعي له، ولا في ساعه استجابه يرفع يديه ويدعي له، صح، لعلها تسعده. ودائما بعض الاحيان الرؤيه تكون بشاره خير، بشرنا ان شاء الله باذن الله ان من اهل الجنه وانه من اهل الخير. اول شيء الله يسامح، احنا على الاخويه والاخوان والام والاب، هذا فقدهم لا بد انه، والصديق لا بد انه، سبحان الله، يعني اي شخص تتذكره حبيب ويعني شخص كان معك في اوقات كثيره هذا ياثر فيك صراحه. انا ذكرتني بالاخوه، ذكرتني بالصديق الاعلامي الاستاذ الجميل الرائع استاذ حسن العمري ابو عبد الله، الله يرحمه ويسكن الجنه، هذا صديق اعلامي كان قبل